انت كان عندك اعصاب زينا تقعد تتفرج بقى تامر امين موجود يوسف الشريف موجود ولا لا ما كنتش شايف كل الحاجات دي؟ لا ما كنتش شايف بصراحه. الموضوع منتهي. انا بقول الصراحه تامر حبيبي يعني. لا بس هو له دخل كده بيحاول يرهب اللي قدامه. ما لا هو حبيبي من غير دخل. لا طبعا اصل الموقف بالنسبه لنا مختلف. نزلنا الملعب في الاول ولفينا على الناس، حاولنا نسخن الناس، حاولنا نحمس الناس. عندنا مشكله في المباراه دي زي ما تامر قال، في ناس كانت مقرره انها تروح، وناس المباراه اللي قبليها اوغندا وغانا كانت تحدد المباراه دي توصلنا ولا ما توصلناش. يعني المباراه اللي قبليها بيوم كان ممكن لو غانا لو اوغندا كسبت المباراه دي حتى لو كسبناها ما توصلناش ونستنى مباراه غانا. فما حصل تعادل مصر كلها عايز تروح الاستاد. انت هتتاهل كاس العالم في برج العرب وسط جمهورك وبتلعب الكونغو، يعني الكونغو يعني من المفترض ان هو قدام منتخب مصر مش فريق تقيل، ولكن الكوره دايما كده، يعني دايما انت خايف وقلقان وحذر. تفاؤل الناس الرهيب وال90 الف وال90 مليون واللي بيفكروا ان احنا الساعه 9 هنحتفل فين؟ طب نتقابل في جامع الدول العربيه بدري، طب حتى قبل ماتش نبتدي نشغل اغاني، طب صح. ده دايما بيقلقنا، يعني في عالم الكوره دايما بيقلقنا، خصوصا لو انت اعلامي ومسؤول في اتحاد الكوره، فالناس بتيجي توجه لك. انت قاعد ده انت مشاهد، انت مصري مشاهد مصري واعلامي وعضو اتحاد كوره، هو خايف من اللي هيحصل له. ما انا ده من كل الزوايا. لا ده انا قاعد انا وحازم امام بعد الشوط الاول هتافات والناس يعني بعشم يعني شتيمه احيانا بسيط عادي، جمهور الكوره ساعات بيتضايق يعني. بعد الجون الاول احنا عظم اتنين وميدو قاعد جنب حازم، يعني قاعدين في الاستوديو الناس بتتكلم، احنا تاريخ كبير جدا. بعد الجون لما جبت على التعادل احنا مش قادرين نبص بقى للناس، احنا مدين ظهرنا لان الناس بتبكي وانا سامع بقى حاجات، يعني سامع بقى حاجات كتير قوي بقى. ايوه بس انتوا مالكوا؟ عرف الكوره كده، زي نفس اللاعب، يعني اللاعب جاب جون هو اعظم واحد الناس تشيله، ما جابش جون وضيع كوره هيبقى اوحش واحد وبيسهر بالليل ولازم ياخد باله من نفسه وكده، ولو بيسهر بالليل وجاب الجون اكتر واحد ملتزم والمسؤول كده. صح عادي كسب. انت عندك خطه رهيبه وكان عندك وعي وماشي بخطه رهيبه، الفرقه خسرت انت افشل واحد ولازم تروح. صحيح طبيعي.